مع تغير الظروف وتغير أساليب التعليم بسبب جائحة كورونا، صار من المهم البحث عن استراتيجيات جديدة للتعليم وتعليم الطلاب وتوصيل المعلومة بأسلوب سلس ومبسط. وعن هذا الموضوع راح يكون ضيفنا باليوم طبعا في الاستديو المهندس علي العيدي، مدرب متخصص بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، للحديث حول هذا الموضوع. اهلا ومرحبا فيك وشكرا على قبول هذه الدعوة في هذا البرنامج. هلا فيك ويعيد مسي عليكم بالخير على اخواننا المشاهدين، وهذا واجب يعني ما هي منه. في البداية مهندس علي، ودنا نبين للمشاهدين الفروقات الأساسية بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد من وجهة نظرك. طبعا هو لا يخفى على احد ان سبحان الله جائحه كورونا والظروف اللي حتمتها على الناس ان تغير كثير من الامور في حياتنا. صحيح. وعلى راس التعليم، مسبقا كان التعليم احنا نسميه التعليم في الصف او التعليم ان بيرسون، كان المعلم يكون موجود والمتعلمين يكونوا موجودين امامه، فبالتالي المعلم يعني يعطي او يوصل عده رسائل بعده طرق الى المتعلمين، بالصوت، من خلال الحركه، من خلال الكتابه بالوان، من خلال المشاركه، كثير من الاساليب والادوات اللي تكون موجوده مع المعلم او مع المحاضر بحيث انه يقدر يوصل فيها المعلومه. لما تغير طبعا بالاضافه الى الانضباطيه وحفظ النظام اللي موجود في الفصل، عدم يعني وجود اي مشتتات وكثير من الامور اللي خاصه في بيئه التعليم نفسها، تغير الوضع كله. صارت القناه الوحيده بين المعلم وبين الطالب هي هذه الشاشه اللي موجوده امامه. صح. وطبعا هذه يعني فرضت تحديات غايه في الاهميه، يعني ما بسميها مشاكل، ما بسميها معوقات، هي تحديات على المعلمين وايضا من جانب ثاني على المتعلمين اللي هم واولياء امورهم بشكل خاص، في ان الناس البيئه تغيرت، فبطبيعه الحال يفترض ان الوسائل والاساليب والطرق تتغير بما يتناسب مع الوضع الجديد. نعم. طيب مهندس علي، شلون نتغلب على سلبيات التعليم عن بعد اللي هي معروفه، ضعف الانترنت وغيرها من هذا الجوانب؟ شوف الموضوع في شقين، في شق اللي تفضلت فيه اخوي عيد موضوع الانترنت، وهذا امر خاص يعني اعتقد في الخدمات اللي موجوده البنى التحتيه اللي موجوده في الكويت، وهذا من الامور نبهنا عليها من شهر 5 الماضي، بان يفترض بان وزاره التربيه تنسق مع الشركات المتخصصه، عندنا شركات الاتصال، بما يعني يؤمن خدمه انترنت كسعه وسرعه الى المتعلمين وما حد يصير عنده اي اشكاليه، بالذات في فتره الاختبارات. فصل النت، قال لك انا طلعت اوف لاين، قطعت النت عندي ساده وابله، هني تكون اشكاليه. فالنقطه الاساسيه هي تقويه الانترنت، هذا من جانب. من جانب اخر وهو اعتقد محور حديثنا اليوم، يفترض على المعلمين، طبعا ايضا هو الدور الاساسي على وزاره التربيه، ان تدرب وتهيئ المعلمين للمرحله الجديده اللي احنا موجودين فيها، وكيف ان اللي بينك وبين الطالب شاشه. ما يخالف يعني نكون صريحين، ارتفاع احتمالية الغش عالية جدا، موضوع التشتت حدث ولا حرج، موضوع أنه ممكن الطالب ما يركز معاك، فبالتالي أنت كمعلم مضطر أن تنوع وتطور بأساليبك أن اللي قدامك هذا يعني يكون معك. آخر جزئية أستاذ، هي أنه للأسف أن الآيباد هذا سلاح ذو حدين، أو أي جهاز عفوا سلاح ذو حدين. الطالب يقارن بين الأسلوب اللي يعلم فيه المعلم في الأونلاين وما بين الألعاب اللي موجودة فيه، ففي نفس البيئة في نفس الوقت في المقارنة راح تكون صعبة، وهذا يحتم على المعلمين أن يرفعون من مستواهم في هذا الجانب. قبل شوي تطرقت حق نقطة ودنا نوضحها أكثر، نلاحظ وجود تباين واختلاف المستوى من شخص لآخر في توصيل المعلومة للطالب اللي هو المعلم، برأيك شنو السبب؟ أعتقد عدم مراعاة الفروقات هذه. شوفي في نظريات التعلم الناس تنقسم بشكل أساسي إلى 3 أنماط للتعلم. يعني شخص حركي يحب يتعلم بالحركة، شخص سمعي يحب يسمع، وشخص بصري يحب يشوف. الآن هذا هو الأساس الأساسي لأغلب نظريات التعلم، اللي أشهرها خلينا نقول مثلا مقياس هيرمان. مقياس هيرمان هذا شو يقول؟ يقول أن الناس تنقسم إلى 4 أنماط للتعلم كلنا بدون استثناء. صحيح. لو أطبق عليكم الاستبيان ستجدون أنتم تتعلمون بطريقة أكثر من طريقة أخرى. فعلا. الآن في الأونلاين المعلم ملزم بأن يراعي هالأربع أنماط، هذا الولد يحب يسمع، هالبنت هذه تحب تشوف، الولد هذا يحب الجانب العاطفي. صح. الولد هذا يحب يتحرك، زين شلون أحركه بالأونلاين؟ راح نشوف بعد شوي أنا وأخوي عيد شلون. فاللي أقصده في هذا الجانب، المعلم، وطبعا هي مسؤوليه وزاره التربيه، انا ما اقول معلم اقول وزاره التربيه طبعا. بالضبط. ما اقصد معلم بذاته، في متعلم في معلمين يعني الله يعطيهم العافيه مجتهدين جدا ومشاهير في هذا الجانب.
اللي اقصده انا انه يجب ان يراعي ان قبل لما كنت واقف في الصف الوضع تختلف بالكامل. لو بتتبع اسلوب الالقاء والمحاضره فقط ثق وامن بالله التحصيل راح يكون في اقل مستوياته. صح. معلومه اخيره، احنا عندنا 30 اسلوب مرصود لعمليه التعليم، اساليب التدريبيه والتعليم، احنا 30 تخيلوا يا جماعه، واحد منها المحاضره. فتخيلوا الان الفرق اللي يصير واحد على 30. صح. فكيف راح يكون تحصيل الطالب في هذا الجانب؟ نعم، ايش رايك نطبق هذا الكلام مهندسنا علي اذا في مجال ياخذون الشباب الايباد؟ هذا الايباد الحين طبعا انا طلعت معاك بلقاءات وايد اخوي عيد. فلك معزه خاصه. الله يرضى عليك. يعني الحين عيد عنده معزه ولا ما عنده معزه؟ بس اسلمها بعد شوي. فانا سويت لعبه. طبعا ممكن العديد من الوسائل والطرق والالعاب. الان انا في برنامج باوربوينت وفي التيمز. ايوه تمام، كان انا المعلم واحفظ الالقاب دكتور عيد. انت الله يرفع قدرك الطالب. حلو، ايش راح تسويه؟ الان لو يلاحظوا الجماعه، انت اخوي عيد مجرد ما راح تحط ايدك الان على اخذ البازل هذه، حاول تركب صورتك. صورتي. ايوه حلو تمام. طبعا الان المعلم قاعد يتحرك معي، لو يشوفون الاخوان هنا شوفوا الحين عيد قاعد يحرك وانا كمعلم اشوفه. طبعا انا ركبت صوره عيد، اقدر اسوي اللي انا ابي، ورقه عمل، عمليات توصيل، خريطه لك، اي شيء يحتاج المعلم في هذا الجانب. انا الان معلم وحكون حاط وقت حق اخوي عيد، وممكن اسوي نظام الفرق واشوف كل طالب. تلاحظون كل طالب انا قاعد اشوفه هني، لو تي شاشه الاسم يكون موجود. ركبتها ما يخاف لان الديلي عندي عشان تاخير بالنت راح يوصل. شوف الان الصوره تقريبا اكتملت. ايوه هذه اخر واحده. حلو الحين، بس لان التاخر بالنت فراح تطلع الصوره اللي انتم شايفينها على الشاشه في شاشه الايباد عند عيد، راح تكون موجوده عندي انا هني كمعلم. الان هذه وسيله. حلو. تخيلوا يا جماعه لو الوسيله هذه طبقوها المعلمين مع الطلبه، وانا اشدد على ان يعني الاجهزه اللي فيها تواصل كفي مثل الايباد والتابلتس وحتى الموبايل ترى فيها فوائد عظيمه. من ضمنها هذه، فتخيلوا معي يا جماعه الطالب يلعب وهو يتعلم، وهذا مبدا اصيل في تعليم الصغار. لو رحت اخوي عيد حق البرنامج الثاني. حلو. ايوه اوكي. ايوه هذا البرنامج الثاني. برافو عليك، وجه الكاميرا علي عيد. ايوه تمام. حلو. الان عيد في الاي صح. حلو. واضح؟ واضح. واذا كنا بنكتبها بشكل صح. الآن تخيل لو أنا معلم وأبي أشرح أي عملية حسابية مثلا، خلينا نقول 2 + 2، فالطالب بالشكل هذا، طبعا هذه مجرد وسيلتين بسيطتين جدا، أنا مجهز مجموعة كبيرة من الألعاب. الهدف من هذا الموضوع كله بأن احنا ممكن، أقصد كم معلم، خلصنا أخوي عيد الله يعطيك العافية، ركز كذي، القصد أن الطالب راح يكون احنا نسميه ألرت، شادة، جاذبة، وهذا الهدف اللي أنت به. ومن خلال التنويع يعني ممكن أنا موجود عندي هنا تقريبا 25 لعبة صممتها بالباوربوينت. ما شاء الله. يعني المعلم ما يسوي أي شيء. ترى جميل. تفصال ممكن يسوي اللي هو يبيه المعلم، تفصال مادة رياضيات، تربية إسلامية، اجتماعيات، يفصل المحتوى بأسلوب الألعاب. يعتمد على المعلم. طبعا. هل طبقوه هذا الشيء في أبداً. أبداً أبداً. وأنا للعلم حاولت أتواصل مع كثير من المسؤولين في وزارة التربية من شهر 5 الماضي، وأيضا في بعض الجهات التعليمية الأخرى. يا جماعة الإشكالية ما راح تكون في التيمز ولا في الزوم ولا في البلاك بورد، عفوا اللي هي المنصات اللي تعامل فيها مع بعض الشخص. المشكلة الرئيسية راح تكون كيف يعلم المعلم. أيوة. احنا قاعد نتكلم يا جماعة مهارات. صحيح. بما أنها مهارات فهي قابلة للاكتساب. ضيعوا 7 شهور من شهر 3 إلى شهر 10 لما بدأوا، للأسف فبدأوا المعلمين الأسلوب التقليدي اللي أعقم من العقيم. أسلوب المحاضرة واللي احنا نسميه one way learning. ماكو شيء بالدنيا اسمه one way learning. الحين عيالنا بعمر، أنا والله إذا واجهتني مشكلة بالأجهزة، ويفترض أن أنا يعني ما بقول خبير مهتم في هذا الجانب، أروح حق ولدي أقول له يبا أحمد شوف المشكلة ويسوي ليها في ثواني. الله يعطيك الصحة والعافية مهندس علي، طبعا هذا التوضيح، وإن شاء الله تصل هذه الرسالة للجميع وإخواننا في وزارة التربية. شكرا على هذه المعلومات وتوضيح هذا الموضوع، ودائما نقول احنا دائما هو يعتمد على الجهد الشخصي وعلى تطوير الأشخاص وكفاءتهم. فبارك الله فيك، كل شكر وتقدير للمهندس علي العيدي مدرب متخصص بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على هذه المشاركة في برنامج مساء الخير يا كويت.